انا استاذي قلت لها بشاشه بيلوت، قالت لي نسمع بك في الطياره نقطع ديريكت. ليه انا عامل فيها في الكلاس راه ما تشوفنيش عاقل ولا ليه؟ ليه والله عامل. اسمي مالك تونسي، نقرا دوزيام باس تروازيام تكنيك ان شاء الله، ونقرا هنا ديفلوبمون ويب سمر اكاديمي. اكسبيريونس مزيانه، ما فماش بروف يكتب لك قف في السبوره وانت تنقل، احمل لحف الصب معناها كما قريتنا احنا معناتها في تونس. تلميذ جينيرالمون يحب جو الانفورماتيك، جو انه قدامه بيس ويخدم عليه، كسوا خدمه كسوا لعب. دونك فكره مزيانه، نشكركم برشا انتم جوميكود على الفكره هذه وعلى كونكم عطيتونا اون شانس باش نديفلوبيو روحنا في الحاجه اللي نحبوها. فيها برشا جو، أستاذة محلاهم، تلامذة محلاهم، سليم سي وفي ما شاء الله عليهم زاد عطاونا الجو المناسب باش انه واحد يخدم الاز ما يخافش مثلا لانه يتعاقب مثلا خاطر ما يخدمش هذيك ولا ما قدش خدمه في الدار ولا هذاكم عاجبيني فيهم ما شاء الله عليهم. نحب نمشي توجهات تكنيك، نمشي بيلوت، نكون معناها هيك حلمي معناتها ملينا صغير. مي جاتني فرصه جوميكود هذه اللي خلتني نكتشف اني نجم نعمل دي بروجي اخرين بتاع ديفلوبمون، نجم نعمل مصدر رزق اخر كوم معناها بروجي بتاع على ميزون اللي هي حاجه عملوها برشا قبلي ونجحت معاهم، وربي ان شاء الله يسهل في المستقبل.